السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم اصدقائي قبل اي شيء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة حصلت موافقة معالي وزير التربية الاستاذ علي حميد الدليمي على تحديد يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من تشرين الاول القادم موعدا جديدا لاداء امتحانات الدور الثاني للمراحل غير المنتهية بما فيها مرحلة السادس الابتدائي وكذلك مرحلة الثالثة المتوسط للعام الدراسي 2019-2020 وذلك بسبب الزيارة الأربعينية.